اخدكم بقى لمفاجأة اكرم توفيق وكريم فؤاد، الاثنين حبايبي والاثنين اصحابي والاثنين مؤدبين ومتدينين جدا. على فكرة كريم فؤاد حافظ للقرآن وملتزم جدا 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 وربنا يرجعه بالسلامة، واكرم توفيق كذلك الامر، كلاهما نموذج للشاب المتدين الملتزم. ربنا يكرمك يا اكرم يا توفيق وترجع بالسلامة، وربنا يكرمك يا كريم يا فؤاد وترجع بالسلامة. النهاردة كانت مفاجأة سارة لي على الاقل ان انا شفتهم في التأهيل، او زي ما انتم شايفين كريم فؤاد واكرم توفيق في التأهيل، حاجة تفتح النفس. انا كنت سعيد جدا بصراحة ان انا اشوفهم بالجدية دي واقول له انت جامد، عشان جامد لسه ما خدش يا اكرم، بيحبها قوي اكرم دي، يقول لك انت جامد يا كابتن عبد الناصر عشان جامد لسه ايه لسه ما خدش. بسم الله ما شاء الله يا ابني، بس زي ما قلت لك كتير اهدى على نفسك، مخك يسبق عافيتك، وربنا يا رب يحميك يا اكرم انت وكريم. اهي بعض الصور التي وصلتنا من تأهيل اكرم وكريم، حاجه في منتهى الروعه بصراحه، وانا سعيد جدا. بصوا يا جماعه، لما بنلاقي ولد من ولادنا ملتزم دينيا بنبقى في منتهى السعاده والفرح، والله العظيم والله العظيم بنبقى في منتهى السعاده والفرح، وانا بتكلم من قلبي وبدعي لهم من قلبي، والله والله بدعي لهم من قلبي، وانا بحب اكرم وكريم فعلا. ويكفي صديقي الشيخ ابراهيم عساس لما كان عنده كريم فؤاد في مكه هو ومجموعه من اللعيبه، قال لي يا عبد الناصر لم ارى شابا في سن هذا الولد كريم فؤاد بهذا التدين. شوف الرسالة الجميلة، والراجل مبهور كان بيه، قال لي بص يروح الحرم في المواعيد، عمرة كل يوم. ربنا يا رب يكرمك يا رب يا كريم انت واكرم بصراحة. واحمد توفيق بصراحة مؤدب، وعبد العزيز اخوه حاجة في منتهى الروعة يعني. النادي الاهلي طلع بيان وقال اتوبيسات مجانيه لنقل جمهور الاهلي الى الاسكندريه غدا الاربعاء. ينظم النادي الاهلي رحلات مجانيه الى مدينه الاسكندريه يوم الاربعاء المقبل لمؤازره الفريق الاول لكره القدم في مباراته امام الاسماعيلي التي ستقام ببرج العرب في بطوله الدوري. التجمع الجماهير يبدأ من الساعة 12 ظهرا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأوتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة 1:30 ظهرا، ويستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة البقاء للمباراة وبطاقة فان آي دي الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة. ادي البيان اللي طلعه النادي الاهلي، اتوبيسات الاهلي بيعملها لجمهوره وبيرشد الناس محدش يجيب حاجه ممنوعه. بيان النادي الاهلي، ينظم الاهلي مجموعه من رحلات اتوبيسات عده اتوبيسات لجمهوره للسفر لمؤازره الفريق.